سؤالي هو يا شيخ، هل ينفع القضاء لمن أخر الصلاة عمدا؟ الذي يترجح هو ما قاله الإمام الحميدي نقلا عن أهل السنة في زمانه أن هذا لا ينفع، لأنه فوت وقت الصلاة، ولا تصح الصلاة في غير وقتها إلا في حالتين، والحالة الأولى منهما أن يكون قد جمع بشروط الجمع الصحيح، والحالة الثانية أن يكون نسى أو سهى عن الصلاة فيصليها متى ذكرها. ذلك كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو من سهى عن صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، تلك كفارتها. فإذا هاتين الحالتين فقط استثنيا من مسألة المواقيت، أما أن يترك الإنسان هذه الصلاة عامدا فعنده لا يبقى له وقت يصلي فيه هذه الصلاة لأنه فات وقتها وانقضى. والأعذار الأخرى مثل مرض والسفر نعم المرض لا يبيح أن يصلي الإنسان صلاة في غير وقتها إلا إذا جمع. قلنا الجمع هذا عذر صحيح، سواء كان جمع بسبب مرض أو جمع بسبب سفر أو بسبب مطر، فكل ذلك نعم.